وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار عضو مجلس النواب محمد الجودر. نرحب بك سعادة النائب ونشكرك على تواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. أهلا وسهلا. في البداية سعادة النائب، طبعا وثائق اتفاق الرياض 2013 و2014 بين دول مجلس التعاون طبعا ذكرت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الكثير من المناسبات أن قطر نكثت هذا العهد وهو اتفاق الرياض بين دول مجلس التعاون. نرى في هذا الاتفاق وفي هذه الوثائق التي تم تسريبها بأن من المفترض بمقتضى هذا الاتفاق أن تقوم قطر بالالتزام بكل ما من شأنه أن يحافظ على أمن واستقرار دول مجلس التعاون، إلا أننا رأينا منذ توقيع الاتفاق قامت قطر بنقيض ما وقعت عليه. ما هو تفسير ذلك من وجهة نظركم؟ خليني أول شيء أشكر تلفزيون البحرين على هذا اللقاء، ولكن خلنا أرجعك شوي قليل إلى الوراء. سنة 2013 لما وقعت قطر على هذه الوثيقة، و يعني كان هذا دليل دامق أن هي مقتنعة بما جاء في الوثيقة. فكل ما يخل بهذه الوثيقة هو مردود على قطر. يعني كان الأولى أن في وقتها تقول قطر أنا غير مقتنع بهذه الوثيقة، وممكن تقول أن أنا هذه الوثيقة غير صحيحة، ولكن أن توقع عليها وتقر على نفسها أن هي راح تأخذ إجراء على هذه الوثيقة 13 مطلب واللي كان سري خلال هالفترة هذه لمدة 3 سنوات. فهذا إقرار من دولة قطر أن هي نعم تقوم بهذه الأعمال. الآن تتباكى قطر وتذكر وتقول أنا يعني هذه الوثيقة غير ملزمة لي، وأنها وضعت على أنها لا تنفذ، فكيف نفذها؟ كيف وافقت عليها سابقا على هذا الأمر؟ فلذلك نقول أن هذا الأمر اللي وقعت عليه قطر هو روح الاتفاقية وهو روح الوثيقة. الكثيرين لا يعلمون مبدأ الوثيقة أو الاتفاقية. الاتفاقية تبقى سرية ما بين الطرفين ما دام ملتزمين فيها. ما عدا ذلك فإذا تسربت معلومات منها أصبح الطرف الآخر هو ملزم بتكذيب هذا الأمر، ولكن الاتفاقية واضحة مكتوبة بخط اليد. والبارحة أنا كنت أتكلم عن هذا الموضوع في قناة السكاي نيوز، أقول يعني حاليا الدول لديها من الأدلة الدامقة أن قطر وراء هذا الإرهاب أو هذا الدعم الإرهابي، فلماذا لا تخرج هذه على أو تطلع الشعوب العربية والخليج والعالمية؟ لأن قطر أصبحت تدول هذا الأمر. يعني لم يكن حاليا لم يصبح هذا الأمر ما بين دول الخليج وبين قطر، لا، أصبحت تتنقل من القارة الأوروبية إلى القارة الأمريكية القارة الأسيوية وتبرر ما جاء في الوثيقة. الآن أصبح أن قطر خلاص مثل ما يقول لبست الثوب الإرهاب، فحاليا هي تدول هذا الأمر. الوثيقة واضحة، الوثيقة مكتوب بخط اليد، موقعة من القادة من دول المجلس التعاون، نعم، من دول الخليج القادة دول مجلس التعاون، ومن ضمنهم هو الأمير تميم. نعم. أمير لعل القطار. من أهم الأمور اللي ذكرتها سعادة النائب أن هذه الوثائق أيضا كشفت عن توقيع الأمير دولة قطر تميم ووزير خارجيته أيضا محمد العطية آنذاك في بند معين في هذه الاتفاقية، وهو أن لدول مجلس التعاون الحق في اتخاذ التدابير التي تراها مناسبة في حال عدم التزام دولة قطر بمثل هذا الاتفاق. لماذا تتباكى قطر الآن بعد أن قامت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب باتخاذ ما تراه مناسبا نظرا لعدم التزام قطر بهذه الاتفاقية؟ عزيزي شوف، التفسير واضح. من لا يعرف الأمور القانونية والاتفاقيات ممكن يكون هناك تدليس عليه، وخصوصا نحن نتكلم عن المواطنين العاديين اللي لا يعلمون بهذه الأمر. قطر تتباكى لأنه تم الفضيحة لها. قطر تتباكى لأن الأمر خلاص لبس أنها هي داعمة للإرهاب. قطر تتباكى لأن ما كانت تتوقع أن دول الخليج رايحة تسرب هذه الأمر، لأنه خلاص أصبح من حقها حاليا قانونا ودستوريا أن خلاص من لم يلتزم بهذه الاتفاقية فمن حقه يلجأ إلى جميع الوسائل، كانت إعلامية، كانت مجالس، كانت محاضرات، أن يخرج هذه الوثيقة. كيف ترجمت قطر هذه الأمر أنا لا أعلم حقيقة، ولكن الأمر واضح
أن من حق هذه الدول أن تنشر كل ما موجود حاليا في هذه الاتفاقية، وكذلك وجب على هذه الدول لكي تقنع الدول الأخرى أو العالم بأجمع أن هناك تسجيلات وهناك إثباتات على دولة قطر، يجب حاليا على هذه الدول أن تبرر وتبرر هذا الأمر على جميع الدول العالمية. نعم، على الرغم من ذلك سعادة النائب، إلا أن دول مجلس التعاون التزمت أيضا بالسرية والتزمت بمبادئ الوساطة الكويتية ولم تسرب المطالب 13 ولم تسرب أيضا هذه الوثائق اللي هي وثائق اتفاقية الرياض 2013-2014، بل سربها الجانب الآخر. نعم، كما يقال طبعا في وسائل الإعلام. نعم، وهذا التميز اللي يتميز في دول مجلس التعاون الخليجي، يعني يوجد هناك حكمة في لدى قادة دول مجلس التعاون بغض النظر عن قطر، أن تركت هذا الأمر حتى يصل إلى مستوى منقول إحنا نضج خلاص الحين أسر به، ولكن استعجلت قطر في هذا الأمر، وهي من سربت الوثيقة في البداية ثم الحين يعني تتركها على الجانب الآخر. نعم، سعادة النائب محمد الجودر، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا في استوديو مركز الأخبار. شكرا جزيلا.